أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. حذرت الحكومة من الآثار الاقتصادية الكارثية لتوقيع ميليشيا الحوثي مذكرة تفاهم مع منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية. وزير الإعلام معمر الإيرياني قال إن سوق المال بين الطرفين سيستخدم كغطاء لحركة الأموال وسحب العملة والاحتياطي النقدي المنهوب من خزينة الدولة واستثماره في البورصة الإيرانية. وأشار في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي طهران للسيطرة على الاقتصاد اليمني عبر إدراج الشركات اليمنية بما فيها القطاع العام في سوق رأس المال ودخولهم كمساهمين فيها، وتسهيل حركة الأموال بين ميليشيا الحوثي وطهران دون الحاجة لاستخدام القنوات المصرفية، حيث يمكن أن تتم من خلال المقاصات بين أدوات الطرفين. وكالة فارس للأنباء كانت قد أكدت توقيع مذكرة التفاهم للتعاون بين رئيس البورصة الإيرانية مجيد عشقي ومحافظ البنك المركزي الخاضع لسيطرة الميليشيا في صنعاء هاشم إسماعيل. في زوايا اليوم نناقش أبعاد هذه الخطوة وكيف يفترض أن تواجهها الحكومة عمليا. نبدأ النقاش بعد متابعة التقرير. احتيال جديد ترسمه إيران لميليشيا الحوثي، هذه المرة يستهدف المال العام وأموال القطاع الخاص إلى جانب ما تبقى من مدخرات المواطنين. في طهران تم الاتفاق على فتح باب جديد يمكن الحوثيين من توسيع نفوذهم المالي، إذ وقعت الميليشيا مذكرة تفاهم مع السلطات في إيران لإنشاء سوق للأوراق المالية في صنعاء. تقول وكالة أنباء فارس الإيرانية إن طهران تعهدت بموجب المذكرة بتقديم خدمات استشارية وفنية وبنيوية لإنشاء بورصة للحوثيين. يعتقد الحوثيون أن إنشاء هذه السوق سيفتح لهم مجالاً جديداً لاستغلال الأموال المنهوبة من إيرادات البلد واحتياطاته والجبايات غير القانونية واستثمارها في البورصة الإيرانية، خاصة بعد أن أنشأت أكثر من 1000 شركة في مختلف القطاعات. اقتصاديون يتوقعون أن تعمل الميليشيا من خلال ما تسعى إليه على إجبار القطاع الخاص على تمكينها من أمواله بحجة استثمارها في سوق البورصة، كما سوف تتحايل على المواطنين الذين لديهم مدخرات مالية أو ذهب. لا تمتلك ميليشيا الحوثي أي مقومات لإنشاء هذه السوق، خاصة أن البنك المركزي بصنعاء لم يعد له أي صفة قانونية بعد قرار نقل عملياته إلى عدن، إذ بات معزولاً خارجياً وداخلياً. قد يكون هذا التحرك الإيراني الحوثي قائماً على أمل جديد يمكن تحقيقه عن طريق الهدنة، خاصة بعد أن نجحوا في فرض شروطهم وبدعم هانس كرونبرغ الذي يتحدث الآن عن مفاوضات خلال المرحلة القادمة تتعلق بالملف الاقتصادي وإنهاء انقسام السلطة النقدية في البلد. إذا مشاهدينا أرحب بكم مجددا وأرحب بضيوفي من السويد مصطفى نصر الخبير في الصحافة الاقتصادية، ومن كندا الباحث المتخصص في الاقتصاد عمار عبد الله. والبداية مع السيد مصطفى، مرحبا بك، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. الله يحييكم. إعلان ميليشيا الحوثي وطهران إنشاء بورصة مشتركة، ما الذي يعنيه ذلك؟ في تصوري أنها خطوة تهدف من خلالها جماعة الحوثي إلى كسر الحظر الذي تعاني منه جراء عدم الاعتراف بالبنك المركزي في صنعاء، وهي في الحقيقة تعاني من هذه الخطوة أو من هذه الإشكالية كثيرا، حيث تفتقر الاعتراف الدولي وقد ضغطت بكافة الطرق، وسواء عبر الأدوات الدبلوماسية، عبر استخدام الوضع الإنساني، عبر عدة إجراءات من أجل أن تكسر هذه الحلقة لكي يعترف بها العالم. وهذه في تصوري نقطة يعني أو من الصعوبة الوصول إلى هذا المستوى دون أن يكون هناك إما اتفاق سلام يعني شامل أو ترتيب مع الحكومة المعترف بها دوليا. الخطوة التي أقدمت عليها جماعة الحوثي تأتي في 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 هذا السياق، لكن تقديري الشخصي أنها لن تفيد كثيرا، لأن النظام الإيراني والنظام المالي الإيراني أيضا هو واقع تحت نفس الإشكالية من القيود الدولية، وبالتالي أي علاقات هي ستكون علاقات بينية
ربما تخرج إلى السطح بدل أن تكون تحت يعني من تحت الطاولة، ستكون يعني فوق الطاولة لا أكثر. لكن هل هذه الخطوة ستكسب يعني جماعة الحوثي اعترافا بنظامها المالي أو شيء من هذا القبيل؟ أنا أتوقع أنه لن يكون لها تأثير كبير. إذا ميليشيا الحوثي تسعى لكسر الحظر الدولي عليها بدعم من دولة أيضا منبوذة، ما الموقف المتوقع من المجتمع الدولي؟ في تصوري أن المجتمع الدولي بالعكس، هذه خطوة تعقد من حصولهم على نوع من الاعتراف. نحن نعرف أنه جماعة الحوثي خلال الفترة الماضية سعت بشكل كبير لطباعة عملة، لأيضا محاولة الاعتراف بالبنك المركزي، وعملت يعني العديد من الرسائل في هذا الاتجاه. لكن المجتمع الدولي لا يعترف إلا بالبنك المركزي التابع للحكومة التي يعترف فيها، وبالتالي هذه تظل الإشكالية موجودة لديها، وعقدة تحاول أن تفكها لكن لم تستطع حتى الآن. هذه يعني في تصور إنه المجتمع الدولي بالعكس، هذه خطوة من هذا النوع ستكون تأثيرها سلبي على جماعة الحوثي. قد يكون داخليا تأثيرها إيجابي لحصول ناسبين في الجماعة على يعني على أموال من خلال مثلا طرح شركات الاكتتاب وطرح شركات للمشاركة في البورصة وغيرها، إذا ما أنشئت البورصة. نحن نعرف أن تعقيدات إنشاء بورصة أمر كبير جدا، ويتطلب يعني قوانين ناظمة وشفافية وحوكمة للشركات التي يعني ستدخل كبداية في السوق المالية، وهو يعني بالمجمل غير متوفر حاليا في مناطق سيطرة الحوثيين بل واليمن بشكل عام. يعني تفضل بالبقاء معي للحديث عن الزاوية الاقتصادية سيد عمار عبد الله، مرحبا بك، مساء الخير. مساء النور. من زاوية اقتصادية، كيف تقرأ خطوة الحوثيين وطهران نحو إنشاء بورصة في صنعاء؟ حقيقة الإجراء هذا هو إجراء غير مفهوم من وجهة نظري، لأنه إذا كان الهدف هو إنشاء سوق الأوراق المالية فهو شيء مستحيل، البيئة غير مناسبة. نحن نعلم أن عند الحديث عن إنشاء أو استحداث سوق أوراق مالية نحتاج لظروف مناسبة وموائمة، وهذه الظروف في مجملها يعني تنطوي ضمن وجود استقرار سياسي، استقرار اقتصادي، وبيئة جاذبة للاستثمار، لأن الهدف من إيجاد سوق الأوراق المالية هو محاولة جذب الاستثمارات الخارجية. الوضع في اليمن الآن وضع صعب جدا في ظل عدم استقرار سياسي واقتصادي، في ظل عدم وجود مؤشرات اقتصادية كاستقرار العملة، معدلات الفائدة غير منتظمة، معدلات النمو الاقتصادي ومؤشرات الاقتصاد الكلي إجمالا ليست جيدة، فبالتالي هي ليست بيئة جاذبة للاستثمار. هذا إذا كان الهدف هو جذب استثمارات خارجية، بالإضافة إلى أنه إذا كان الهدف محاولة تأطير السوق المحلي، فوجود السوق أوراق مالية يتطلب كما ذكر الأستاذ مصطفى ناصر بنية قانونية وبنية مؤسساتية وخبراتية كذلك. الإشكالية أيضا يتطلب معايير حوكمة وشفافية عالية ويتطلب ثقة. نحن لا زلنا نتعامل ضمن سوق بدائي. إذا كان مجموعة من النافذين أو الصرافين يستطيعون أن يضاربوا على العملة، والعملة هي يفترض أنها أكثر استقرارا، فكيف سيكون الحال في ظل سوق بدائي
لن يكون من الممكن السيطرة على أسعار أسعار الأسهم والسندات، كذلك في حال يعني استحداث شركات وعرضها للاكتتاب لا يوجد هنالك ثقة سواء من المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين للاكتتاب في ذلك، وبالإضافة إلى رجال الأعمال. نحن نتحدث هنا عن رجال الأعمال أو القطاع الخاص الوطني، أما إذا كان الهدف هو فقط محاولة تمرير عملية معينة أو غسل أموال أو محاولة تقنين أو إدراج أو إعادة دمج أو حقن الأموال التي تسيطر عليها جماعة الحوثي أو الطبقة المستحدثة الآن إلى السوق الاقتصادي، ومحاولة يعني إنشاء نظام اقتصادي بديل، فهي في اعتقادي هي يعني محاولات خطيرة تكرس لمزيد من التشوهات في بنية الاقتصاد الوطني ومؤسساته. طيب سيد عمار، تقول بأنه لا مقومات يملكها الحوثيون ليقوموا بهذه الخطوة وهي إنشاء بورصة خاصة بهم. إذا رغم ذلك هم قد أعلنوا عن إنشاء هذه البورصة برعاية إيران، على ماذا اعتمدوا في إعلانهم هذا؟ هو عندما قلت لا يملكون المقومات، إذا كانت أبسط المقومات كالكهرباء والإنترنت لا يعني لا تزال إشكالية في اليمن. نحن نتحدث الآن عن بنك مركزي معزول كليا عن العالم الخارجي، وخصوصا بعد عزله بإيقاف السويس وهو نظام الاتصالات، فهو معزول عن النظام المالي العالمي. البنك المركزي في صنعاء غير قادر على إدارة سياسة نقدية، ليس لديه موارد سيادية، بالإضافة إلى عدم وجود احتياطيات خارجية، لم يكن قادر على إصدار سندات أو أذون خزانة بحيث أنه تطرح في هذا السوق. حكومة الحوثي أو الحكومة في صنعاء هي حكومة غير معترف بها من قبل المجتمع الدولي والإقليمي، لا تحوز على ثقة حتى المواطنين الموجودين تحت سلطتها، لا يوجد يعني الأوضاع الاقتصادية سيئة، فلا توجد رواتب ولا مدخرات لدى الناس للاستثمار في الأسواق الأوراق المالية، وهذه كلها هي يفترض بديهيات في وجود أي سوق مالي عالمي. كل هذه المقومات غير موجودة، بالإضافة إلى البناء التشريعي، البناء التشريعي والمؤسسات والخبرات يحتاج لسنوات لإنشاء هذا السوق. لم نتمكن من إنشاء هذا السوق في ظل استقرار الوضع الاقتصادي والسياسي في اليمن في مطلع 2010 وتلك الفترة، فما ذلك الآن في ظل حرب وأزمة عالمية، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني الحافظ في اليمن. تفضل بالبقاء معي سيد عمار. سيد مصطفى، قلت بأن هذه الخطوة لن تجدي نفعا، بالتالي هل من ضرر من هذه الخطوة على الاقتصاد الوطني كما تحدث بذلك وزير الحكومة معمر الإرياني؟ بالتأكيد هي يعتمد هذا على مستوى التعاون الذي سيتم في إطار هذه الخطوة أو في إطار هذه الشراكة المعلنة. نحن نعرف أنه النظام الإيراني يعني هناك عقوبات دولية عليه، وبالتالي إجبار الشركات اليمنية على الدخول في أنشطة اقتصادية قد يعرض الكثير من الشركات اليمنية من القطاع الخاص اليمني لمخاطر العقوبات الدولية، وهذا يعني تحدي خطير سيكون نتائجه سلبية وكبيرة على الاقتصاد اليمني. أنا كما قلت هذه الخطوة هي في يعني لفرض مزيد من العزلة، وليست يعني لكسر العزلة التي يريدونها. قد يكون فعلا هناك محاولة
منهم لشرعنة بعض الأموال التي كسبوها بفعل الحرب، مزيد من السيطرة على الشركات عبر إجبارها على الاكتتاب وعلى الدخول في السوق المالية، وبالتالي يعني غسل كثير من الأموال التي هي أموال حرب. هذه يعني موجودة لكن ستظل في الإطار الداخلي. لكن إجمالاً التداعيات خطوة كهذه، الارتباط باقتصاد يعني خاضع للعقوبات الدولية وفي ولا يستطيع هو الآخر أن أو ليست لديه علاقات مالية دولية كبيرة، هذا في تصوري أمر بالتأكيد ستكون نتائجه سلبية على الاقتصاد اليمني وعلى المواطن اليمني. إذا ما الذي يمكن للحكومة أن تقوم به من يعني أكثر من التصريح، ما الذي يمكنها القيام به؟ الحكومة في تصوري أنه هذه خطوة يعني خارج عن سيطرتها، هي لا تستطيع أن تقوم بشيء باستثناء أنها تعزز يعني من مؤسسة مؤسساتها المالية الموجودة مزيد من إجراءات تفعيل أداء البنك المركزي وعلاقاته مجموعة العمل المالي الدولية وأيضا مع الشركاء الدوليين وتسهيل أو إيجاد ما يسمى بحوكمة وشفافية في إطار البنك المركزي، تستطيع من خلالها أن تسهل التعاون المالي اليمني مع العالم. هذه في تصوري هي التي تستطيع أن تقوم بها الحكومة. لكن مسألة العلاقات الخاصة ما بين الحوثيين وإيران هي علاقات سياسية وغيرها، سواء كانت من تحت الطاولة أو من فوق الطاولة، هي تظل علاقات بين كيانين يعني غير معترف بهم دوليا أو يواجهان نفس التحدي من العزلة الدولية. الحوثيون أيضا يستفيدون ماديا من الحكومة، اقتصاديا يستفيدون من الدعم الحكومي لقطاعات مثل الكهرباء ورواتب الموظفين. هنا السؤال عن الموقف الأخلاقي للحكومة، هل تستمر بدعم المواطنين رغم علمها بأن المستفيد الأكبر هم الحوثيون أم تتخلى عنهم؟ الحقيقة ما فهمت السؤال، من أي كيف يستفيد؟ أي دعم تقصدين؟ الحكومة تدعم مثلا قطاع الكهرباء، تقدم كواجب أخلاقي تجاه الموظف تجاه المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، هذا على سبيل المثال، وتدعم أيضا في الرواتب، والحوثيون يأخذون جزءا كبيرا من الرواتب التي تدفعها الحكومة للموظفين المقيمين في مناطق سيطرة الحوثيين. لا توجد دعم لكهرباء في مناطق سيطرة الحوثيين، يعني لا توجد معلومات عن دعم من هذا النوع. هو في دعم او تسليم لبعض الموظفين تحت مسمى الموظفين النازحين او غيرهم الى مناطق الحكومة، لكن لا يعتبر في تصوري لا يعتبر دعم، هو يعني مسؤولية أخلاقية تجاه مجموعة من الموظفين الذين فصلوا والذين يعني لم يتلقوا مرتباتهم حتى الآن. لكن حسب ما أعرف أنه لا يوجد دعم لقطاع الكهرباء في مناطق سيطرة الحوثيين من قبل الحكومة. طيب، ولو عدنا إلى موضوعنا، الجهات الدولية المعنية باتخاذ موقف تجاه الشراكة بين سلطتي طهران وصنعاء. نعم، موقفها حتى الآن غير واضح، لكن بكل تأكيد لن توافق على خطوة من هذا النوع. هذه خطوة بالعكس، هي صحيح أنها باتجاه الكتلة المضادة للنظام المالي الغربي، لا سيما بعد يعني تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية. هناك نشأت يعني تحركات باتجاه يعني دول الشرق، دول روسيا والدول الحليفة معها، لكن أيضا حتى الآن لم يتبلور حل في هذا الاتجاه. بكل تأكيد يعني الحوثيون يطمحون إلى أنه
يبنوا شراكات من هذا النوع خلال المرحلة المقبلة، لكن أيضا هناك تعقيدات كبيرة باعتبار أنه النظام المالي الدولي ما يزال يعني متماسك إلى حد ما، وهو الأكثر سيطرة والأكثر قوة. أشكرك جزيل الشكر السيد مصطفى نصر الخبير في الصحافة الاقتصادية، وأوجه سؤالي للسيد عمار. سيد عمار، ليفهم المشاهد، ما العوامل والمقومات المطلوبة لتأسيس وإنشاء بورصة، وهل يلزم الأمر اعترافا دوليا؟ فكرة إنشاء بورصة هو في الأساس الفكرة في إنشاء البورصة في اليمن هي كانت فكرة مطروحة منذ أواخر التسعينات، وأعتقد كانت هنالك دراسات بمشاركة خبراء ومؤسسات مالية دولية وإقليمية وشركات استشارة متخصصة لتحليل السوق اليمني ومحاولة إيجاد أو محاولة دراسة ما هي العوامل المساعدة على إنشاء سوق للأوراق المالية. وكانت الخلاصة في أنه لابد من وجود بناء قانوني ومؤسساتي متكامل، مجموعة من التشريعات والقوانين كانت بعضها قد أقرت وبعضها كانت لا زالت مشاريع قوانين تحت الدراسة. كذلك البنية الاقتصادية والاستثمارية يفترض أن تكون مستقرة. نحن نتحدث كما ذكرت سابقا على أنه لابد من أن تكون هنالك مؤشرات اقتصادية ومالية في السوق المصرفي وفي السوق الاقتصادي اليمني إجمالا تكون أكثر استقرارا. لابد من أن يكون هنالك سوق مصرفي أو القطاع المصرفي أن يكون متماسك وقوي، لأنه هو في قلب هذه المعادلة. لابد من أن يكون هنالك استقرار للعملة، استقرار أو أن تكون مؤشرات الدين الداخلي بالإضافة إلى مؤشرات ميزان المدفوعات أن تكون مؤشرات جيدة، وأن يكون الأداء الاقتصادي إجمالا يكون جيد. والهدف من هذا كله، الهدف من إيجاد سوق للأوراق المالية هو محاولة جذب الاستثمارات الخارجية، بمعنى أن تنشئ شركات سواء في السوق المحلي وتجعل هذه الشركات أسهم تتيحها يعني في انفضاء السوق المالي العالمي، ليتمكن المستثمر الخارجي من الدخول إلى السوق المحلية وشراء أسهم لهذه الشركات، ما سيوجد استثمارات داخلية تساهم في بناء الاقتصاد إجمالا. لذلك يتطلب الأمر وجود مؤسسات ووجود نظام حوكمة وشفافية عالي في إنشاء وفي تقييم الشركات هذه والأسهم. وكذلك المستثمر الخارجي لم يأتي للاستثمار في شركات محلية ما لم تكن هذه الشركات ذات جدوى عالية تمكنها يعني من المنافسة ومن كسب عائد. لكن في ظل الوضع الحالي الاعتراف الخارجي أولا هو اعتراف المستثمر. البيئة الوضع الحالي في اليمن الآن هي بيئة كما قلت بيئة طاردة. يعني هل نقول بأن لدى ميليشيا الحوثي لم يتوفر سوى عامل اعتراف المستثمر وهي طهران؟ حتى مع هذا إذا كان أعتقد سيكون، لا أعتقد أن هنالك الشركات الإيرانية أنها ستقوم بالاستثمار في السوق اليمني. وإن تمت البورصة ممكن أن يحدث العكس، أن تدرج الشركات الإيرانية في سوق البورصة اليمنية. هذا إذا افترضنا إمكانية تحقق ذلك، فلن يكون المستفيد هو يعني الحوثيين. الخطورة في هذا أنه كل إجراء اقتصادي يتخذ من قبل الحوثيين
هو دائما يكرس لمزيد من التعقيدات في الملف الاقتصادي، بل لمزيد من التشوهات في البنية الاقتصادية ومؤشراته. الإجراءات التخريبية والمعرقلة المعيقة لأي إصلاحات أو تحسين في الجانب الاقتصادي المتخذة من قبل الحوثيين غير قابلة للتوقع ولكنها خطيرة. وما الذي تستفيده إيران باختصار سيد عمار، وما الذي تستفيده إيران بالمقابل؟ هو محاولة من محاولة دعم لحليفهم، أو محاولة الظهور بأنهم يدعمون حليفهم، يعني لعل الهدف الاستراتيجي سياسي، لا يوجد أهداف اقتصادية. بالتالي هل يمكن القول أن طهران ستكون جسرا أو قناة وسيطة لتتعامل دول مع الحوثيين ولو بشكل غير معلن، يعني دول حليفة لإيران حليفة لطهران مثل روسيا والصين مستقبلا؟ كان هنالك تصريح للسفير الإيراني لدى موسكو قاسم جلالي قبل عدة أشهر بأنه يجري الآن ربط البنوك الإيرانية والمؤسسات المالية الإيرانية بنظام المدفوعات الروسية SPFS، وهو نظام موازي لشبكة السويفت التي عزلت روسيا أو عزلت إيران منها وتواجه روسيا بعض التضييق فيها. شكرا جزيلا لك. أعتذر عن المقاطعة سيد عمار، انتهى وقت البرنامج. كنت معنا من كندا الباحث المتخصص في الاقتصاد عمار عبد الله، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، شكرا لحسن متابعتكم، هذه تحياتي وتحيات معد الحلقة ودي عطا وكافة الطاقم، إلى اللقاء.